له أربعة أشكال، له أربعة
أشكال حسب موقعه في الكلمة. انظر إلى السبورة، عندنا بداية حرف التاء في أول الكلمة، كيف أحسبه؟ يكتب نصف دائرة تلمس السطر ثم نرجع على نفس الخط، حرف التاء في أول الكلمة، انظر مادته يلعب مع باقي الحروف. اع موقعه أول الكلمة، اع موقعه أول الكلمة، سأحسبه مرة أخرى. نصف دائرة تلمس السطر ثم أرجع إلى نفس الخط وأمد يده. إيه في أول الكلمة، أيضا يا تلميذي حرف الإيه في وسط الكلمة، انظر كيف تكتبه. أسير شارع مستقيم ثم خط مائل ثم خط مستقيم ثم خط مائل، أغلقه من الزاوية ثم أمد يده. هذا حرف الإيه يا تلميذي، لاحظ أنه يمد يد من الأمام ويد من الخلف في وسط الكلمة ويريد أن يلعب مع الحروف في الأمام وفي الخلف. إيه موضعه وسط الكلمة، مرة أخرى انظر، خط مستقيم، خط مائل، خط مستقيم، خط مائل إلى الزاوية مغلقها ثم نمد يده. إيه موضعه وسط الكلمة، إيه موضعه وسط الكلمة، يأتي في وسط الكلمة. عندنا هنا أيضا حرف الإيه في آخر الكلمة ولكنه متصل بالحروف التي سبقته، خط مستقيم ثم خط مائل ثم خط مستقيم ثم نغلق من الزاوية ثم نقوم بعمل نصف دائرة. إيه موقعه في آخر الكلمة ولكنه متصل، متصل. إيش يعني متصل يا سيدتي؟ يعني متصل بالحروف التي سبقته، يريد أن يلعب مع الحروف التي سبقته. مرة أخرى دعونا نكتبه هنا. انظروا يا سيدي، خط مستقيم ثم خط مائل ثم خط مستقيم ثم خط مائل، أغلق إلى الزاوية وأقوم بعمل نصف دائرة. هذا حرف الإعلى في آخر الكلمة متصل، متصل. عندنا حرف الإعلى في آخر الكلمة لا يريد أن يلعب مع أحد في آخر الكلمة، موقعه آخر الكلمة ونقول عنه في آخر الكلمة منفصل، في آخر الكلمة منفصل. انظروا، نصف دائرة صغيرة ثم نصف دائرة كبيرة. إيه مرة أخرى، نصف دائرة صغيرة ثم نصف دائرة كبيرة. إيه في آخر الكلمة ونقول عنه إيه في آخر الكلمة منفصل يا تلميذي، إنه منفصل عن باقي الحروف، لا يريد أن يلعب مع أي حرف. إيه في آخر الكلمة منفصل، دعونا نراجعها معا. أول الكلمة في موقعه في أول الكلمة ويمد يده ويلعب مع باقي الحروف. عندنا هنا الإع في وسط الكلمة، يأتي في وسط الكلمة ويمد يد من الأمام ويد من الخلف، يلعب مع الحروف في الأمام وفي الخلف. إع في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. عندنا هنا الإع في آخر الكلمة، موقع آخر الكلمة ولكنه متصل، يريد أن يتصل، أن يمسك الحروف التي سبقته. وإيه في آخر الكلمة منفصل، لا يريد أن يمسك بأي حرف. هذه هي تلميذي طريقة حساب حرف الإيه بأربعة أشكال، بأربعة أشكال. الآن يا تلميذي حرف الإيه أراد أن يذهب إلى حديقة بيت حروف المد ويلعب مع بعض الحروف. انظر يا تلميذي، أتى حرف الإيه ونادى على حرف الآه ليلعب معه. هل سبقه حرف الإع؟ نعم، هذا هو مقطع عا. إذا يا تلميذي
تعيد هنا الكلمة على مقطع عا إلى كلمة عامل. أين مقطع عا يا تلميذي؟ ها هو، نضع عليه دائرة. إذن شكلا مع المقطع عو عو. دعونا نكتبها على السبورة. أن حرف الاء يا تلميذي لعب مع حرف الاو شكلا مع المقطع عو عو مثل كلمة عود. Yeah.
تتعرف على الكلمات المطلوبة منك للقراءة بحرف الإعر. هاي عندنا بداية هذه الكلمة، انظر إلى الكلمة الثانية التي تهجأ حرف حرف. اعظم وموقعه